بسم الله الرحمن الرحيم، جيد والصلاة يا سيدي. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. إخوة والأخوات الكرام، تحية لكم مجددا في هذا اللقاء الذي ينظمه مركز رفق للبحث العلمي تحت تأطير الدكتور أمال بن نيس، متخصص في تدبير الموارد البشرية. سنستمر إن شاء الله تعالى في موضوعنا، ووصلنا إلى محور التوظيف ديال الموارد البشرية. فلتتفضل دكتور. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الحضور الكريم على المشاركة الفاعلة والفعالة ديالهم في هذه الدورة. نتمنى إن شاء الله بحول الله أن الأمور تمشي معنا مزيان، بشكل أننا نتمكن من أن نغطي أهم محاور هذا الموضوع. وكما ذكر سيد سيلغزي الآن جزاه الله خيرا، وصلنا للروكروتمون. دونك نعتبر بأن الروكروتمون سي لو كور ديال الروكروتمون سي لو كور دو لا جي ار اش، لأن اون فيت لا باز سي ديال لا جي ار اش. C'est les hommes et les femmes qui font un petit peu ça, qui gèrent, qui aident. Mais le choix de ces hommes et de ces femmes, bien sûr, l'acte est très très important au niveau de la GRH. Automatiquement, tu veux un kif, un al-khtiyar, un demayokoun moufak, tasahabuhu bishakil am. يعني النتائج المرتفعة، النتائج الإيجابية، النتائج الجيدة. ولكن لما تكون يعني الركروتمون ماشي هو هذاك، نحن نرى الكوارث. يعني طبعا الركروتمون لوي تو سول نو نو دون با لو سيستيم دو مانجمنت ريسورس هيومان اللي حنا تنبغيه ولا اللي حنا تنطمحوا له ولا اللي غادي يحقق لنا النتائج. يعني النتائج ما تحققش فقط بلي زوم لي فام، يا توت ان سيستيم، لكن لو كور دو سيستيم سو سون لي زور لي زوم لي فام. اي دونك هنا اون فابوردي لا بارتي ريكروتمون. تري بيان، دونك جو في كومونسي لا بارتي ريكروتمون، ومن بعد اون فا سانجيتي بور دي كيستيون ايفونتويال الى كانوا، سو سوا او نيفو دو ريكروتمون ولا او نيفو ديال داكشي اللي شفنا الاسبوع الماضي. بيان سور الى كما ذكرت، الى كانت شي ملاحظات ولا شي حاجه ممكن توقفوني في اي وقت و اي فو بوزي فو كيستيون. لان لوبجيكتيف هو اننا نحاولوا نفهموا مزيان هاد لي ميكانيزم هادو، هاد لي كونسيبت، المفاهيم. هذا هو لوبجيكتيف. يعني حنا ما تبعنا لا امتحان لا هادي لا هادي، ولكن هذا فرصه بالنسبه لكم باش تعرفوا على هذا العلم، على هذا المجال. وبالتالي نتمنى انكم تستغلوا هذه الفرصه يعني باقصى ما يمكن. الوغ لي زوبجيكتيف، باسكو كومونس توجور بار سا، كيل سون لي زوبجيكتيف دو ريكروتمون؟ دابور il faut comprendre une chose, c'est que le processus de recrutement، مسار ديال التوظيف كما ذكر il est fortement lié à la stratégie de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation, quand je dis organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être ça peut être une organisation, il y a un monde dans moi. Je Donc le processus de recrutement est fortement lié à la stratégie de l'organisation. Quand une organisation met en place une stratégie, automatiquement elle va chercher les hommes et les femmes qui vont réaliser, qui vont concrétiser la stratégie. Très bien. Donc une bonne stratégie, oui, mais il faut les hommes et les femmes derrière pour réussir cette stratégie, sinon ça ne marche pas. Très bien. Alors pour l'entreprise ou pour l'organisation d'une manière générale, l'embauche va contribuer à atteindre les objectifs clés suivants. D'abord, inciter les personnes compétentes à poser leur candidature pour un poste donné. Là,
c'est un moyen d'attirer les bonnes compétences, les meilleures compétences qu'on peut. Bien sûr, il faut, c'est quoi, on a des atouts, mais c'est qu'on a un jibou, les meilleures compétences. Mais le recrutement est un outil qui vous permet d'attirer les meilleures compétences pour un poste donné. Augmenter le vivier de connaissances et d'habilités par l'ajout de nouvelles ressources. Yani, le monde dans ma kif makent, yani, entreprise, مؤسسة ديال الدولة ناخذها جمعية الجمعية حية وتتوفر على واحد الكمية من المعارف ومن المهارات هذه الكمية من المعارف والمهارات شكون اللي جابها جابوها هذوك الناس اللي هما في هذيك لونتربريز لوغ كان جبت نجيب دي كومبيتونس جداد تنحطهم داخل هذه المؤسسة داخل هذه المنظمة هذاك لو فيفي يعني الخزان اللي عندي ديال الكفاءات وديال المعارف وكذا تزيد يوسع تزيد يكبر حتى دوك الناس تيجيبوا معاهم المعارف ديالهم تيجيبوا معاهم الكفاءات ديالهم تيجيبوا معاهم يعني القوه ديالهم وبالتالي غادي نتوسع دونك هذه من الفوائد ديال الامر الثالث سي اوغمونتي لا كاباسيتي دو لونتربريز دو ريبوند على لا دوموند هذا ترفع من قدرة المنظمة على أنها تستجيب للحاجات ديال الزبناء ديالها لما تكون عندك طلب إلا عندك الناس اللي أكفاء غادي يغطيو لك هذاك الطلب مزيان إلا ما عندكش الوقت فاش فو ريكروتي ناس اللي هما أكفاء هذا تيمكنك أنك تغطي الحاجات ديال لونتربريز أو الحاجات ديال المارشي دو ترافاي لك أو المارشي أوف لي بوزوان دي كليون بشكل عام مزيان Quelles sont les étapes du processus de recrutement? Alors, les étapes du processus de recrutement, je vois qu'il y a une étape de recrutement. Ah, l'unouan. Il y a tout l'unouan. L'unouan, c'est le temps de vivre. Nous avons dit que 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 nous avons dit l'accueil, l'istiqbal. Et l'intégration, c'est-à-dire l'image de l'entreprise. Et un bag, il a comme un ouvre, il a la rémunération, flux. Hada, l'amour, il a eu bien les bouts de joli, il a eu un arabe, il a eu un mot la hada, ou il a eu un arabe, 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 il a eu un أن المؤسسات ديالنا بشكل عام سواء ديال الدولة أو ديال البريفي بعيدة كثيرا عن هادشي اللي غادي نقولو حنا سواء أو نيفو دو ريكروتمون أو نيفو دو لاكوي لانتيغراسيون وبالتالي تنقول لكم من الأول حتى لا يحدث عندكم واحد النوع من الاستياء أو من اليأس أنه هادشي ما كاينش هادشي غايب بنسبة كبيرة جدا مع كامل الأسف ولكن بحال اللي قلنا منذ البداية حنا تنحاولوا أننا نعطيو واحد الإطار ديال اللي خصو يكون ها اللي خصو يكون وهذا الشيء اللي تنقولوا خصو يكون راه ماشي نظري بمعنى أنه لما تنقول ماشي نظري إلا مشينا لبعض الدول سنجد أنه يطبق يعني أنا عندي أمثلة في كندا يعني كذلك بعض الدول الاسكندنافية اللي هذه الاشياء تيطبقوا وحتى في اليابان وغيره بشكل عادي طبيعي عندهم ماشي شي حاجه اللي عاد تيتكلفوها فاذا هذه موجوده فباش تكونوا عارفين هذه امور موجوده ممتاز لكن نعطيو حنا داك الشيء اللي خصو يدار وديك الساعه تيبقى كل انسان تيقارن مع الوضعيه اللي هو فيها الو لي زيتاب دي بروسيسوس قبل ما ندخلوا في الديتاي ديالهم اون فيت Il faut comprendre que le processus de recrutement va se référer à un ensemble de moyens par lesquels on incite les personnes susceptibles d'occuper un poste dans l'organisation à poser leur candidature. Donc, le recrutement, je suis Wanjib, je suis un téléphone, je suis une annonce, je suis agi, je suis un démarre, je suis un groupe islamique. Là, le mot adaq bizarre qui est le cas, ou le mot qui est le cas, il a un truc qui est le cas.
مزيان. اي دونك لو بروسيسوس دو سيليكسيون الان ديال الانتقاء اي سيلوي بار لوكيل اون فا شوازير parmi les candidats, celui ou ceux, à la savoir qui vont correspondre le mieux aux critères établis. Nous avons tous les critères, nous avons bien nous, ou un jour, je connais les stages, l'accord de les critères. Bad le malat, tu le cabé, un nakabé, tu y as, un natim, tu le cabé, la amalia, mais douche, bad le malat, tu le cabé, tu y as. هنا في هذه الحاله تختار الافضل على حسب داك الشيء اللي ناقص. واش داك الشيء اللي ناقص جزء يعني يعد من الجزئيات ام من الاساسيات؟ الا كان من الاساسيات سا ماش با، لكن الا كان من الجزئيات غادي نشوف هذا الامر كذلك. فهاد الحاله ما كاين بس يعني الانسان بحال تطلب منه انه يكون موتوريزي، يعني هو الان يعني اني با موتوريزي ما عندوش سياره اوكي، ما ولكن تيقول لك انا الا خدمت راه غادي نخرج السياره، لان غندير كريدي غندير كذا باش نخرج السياره. دونك سي ان بروبليم كاين، ولكن سي با ان بروبليم اللي هو سميتو اللي عنده حل. لي ريكروتمون لي بلو ريوسي سو فون افيك لامبليكاسيون دي ديريجون دو لورغانيزاسيون، بمعنى انني الوقت اللي غادي مثلا الى بغينا نوكيتي واحد في لا ديريكسيون فينونسيير، واخا ان لا ديراش هي اللي مسؤوله على البروسيسوس، على النجاح ديالو وعلى احترام المراحل ديالو، داكور، ولو انها هي اللي مسؤوله لابد انه يعني الامبليك داكور تدمج معها لي ريسبونسابل او ان ريسبونسابل او دو ريسبونسابل على حساب ديال لا ديريكسيون فينونسيير، باش هاد الناس هادو تيكون لهم دور كبير في عملية الانتقاء. يعني في الاخر هما اللي تياخذوا لا ديسيزيون واش يجيبوا فلان او يجيبوا فلان، وياخذوا فلانه او ياخذوا فلانه، هما اللي تياخذوها، لان هما اللي غادي ياخذوا، هما اللي عارفين شنو خاصهم. لا ديراش الدور ديالها هي انها تعمل على ان يحترم، تحترم المساطر من الف الى الياء، وما يكون لا غش لا والو لا هادي لا مزيان. اي بيان سور يفو دي سبيسياليست، دي سبيسياليست بحال دابا دي بسيكولوج اللي خصهم ولا بدا يكونوا في العمليه هادي. اون جينيرال سي دي بسيكولوج كي سون دوميسيلي او نيفو دو لا دي اتش، اللي تيكونوا في لو سيرفيس ريكروتمون، اللي الدور ديالهم انهم يشوفوا واش هاد الانسان اللي حنا غادي نجيبو واش مبدئيا سوي ولا عنده مشاكل نفسيه ولا كذا، لانه كثير من الامور تتبان فيما بعد الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه، وبالتالي يعني تيكون لو ريكروتمون ديالهم كارثه على المؤسسه. مزيان. Pour réaliser adéquatement le processus, il faut prévoir 6 à 8 heures, à 8 semaines. Alors, on attend que le mode de semaine. Donc, un recrutement, les radicaux, 6 semaines ou 15 jours, انا لا انصح به ابدا، وما ندخلوش قضيه الاستعجال، لان غتستعجل 15 يوم باش تدخل واحد اللي غيجلس معك 5 سنين ولا 10 سنين، بالتالي خصك تخمم مزيان وتاخذ الوقت باش ما تغلطش، باش هذاك اللي غيدخل معك يبقى معك. اون ريكروت با دي جون باش تصيفطهم بعد عام ولا عامين، لا، اون ريكروت دي جون باش يبقاو. هاي اللي صيفطناهم لانه ما نجحناش في لو ريكروتمون، لكن مبدئيا إذا قمنا بالأشياء كما ينبغي، حنا غنشوفوا لي زيتاب، هذا تيساعدنا في أننا ما نغلطوش، وباش ما نغلطوش خصنا شوية الوقت، لأن هذاك الوقت مهم. ما بين قوسين جوجل ملي تيجيو يوكوتيو المعدل باش من نهار فاش تحط الكونديداتور حتى النهار فاش يجي يقولوا لك مرحبا بك هو 10 شهور، دي موا. بمعنى ان في هذيك الفتره الزمنيه ديال 10 شهور تيعيطوا لك، تدوز دي تيست كذا، ومن بعد الى نجحتي تعاوتاني يعيطوا لك بوغ ان دوزيام تيست كذا اكسيترا، لان عنصر الوقت مهم. الانسان ما يمكنلكش تعرفه وتقراه فقط، فهمتيني؟ تقراه يعني فقط من خلال اونتروتيا واحد او من خلال هذا صعب جدا، لكن بعض الاحيان تحتاج الى الوقت، والوقت يبين لك بزاف ديال الاشياء الا كانت شي حاجه ما خدامش.
بيان، هما هنا كاين اللي تيعطي 3 شهور، كاين اللي تيعطي كذا، انا تنبغي نكون واقعي شويه. فانا اظن بان شهر ونص الى شهرين كافيه الا كنا حنا منظمين نفسنا، اما الا كنا فوضويين او خندوه 4 شهور ما خدامش. Cette période offre le temps nécessaire pour passer à travers les 4 étapes اللي غادي نشوفو في لا ديمارش. الا كانت شي حاجه ما واضحاش وقفوني واستسمحكم غنطلق نشرب شي حاجه باش شويه الحلق يتقاد ونستطيعوا اننا نكملوا مزيان. الان زافو ici les 4 étapes du processus de recrutement. Alors, la première étape, c'est l'analyse du besoin en ressources humaines. يعني شنو حنا محتاجين، ما هي حاجياتنا. L'étape 2, les sources de recrutement. منين غادي نجيبو هاد الناس. L'étape 3, comment va, la sélection des candidats. كيفاش غنسيليكسيونيو، كيفاش غنتقيو هاد الناس اللي غادي يقدموا لنا الطلبات ديالهم. والمرحلة الرابعة والأخيرة، c'est la décision d'embauche. La décision باش اللي غناخدو باش هاد السيد ولا هاد السيدة غادي يلتحقوا بينا. مزيان، نبداو باللولى. L'analyse des besoins en ressources humaines. Il est important de bien définir le besoin de l'entreprise en matière de ressources humaines avant de procéder au recrutement. يعني قبل ما نبداو في les étapes de recrutement, il est important, d'accord, أننا نحددو شنو بغينا. إلا تذكرتوا لما تكلمنا على la planification des ressources humaines. La planification des ressources humaines, دونا على واحد المرحلة اللي هي أولا نعرفوا شنو حنا محتاجين. ماشي أولا نعرفوا شنو بعد في إحدى مراحلها نعرفوا شنو حنا محتاجين. مزيان. هاد لو بوزوان اللي أنا تندوي عليه هنا أو ressources humaines عادة إلا درنا لا بلانيفيكاسيون ريشيرش قلت لك إلا كنا حنا منظمين. إلا درنا لا بلانيفيكاسيون بالشكل المطلوب ديالها في الوقت المطلوب ديالها، فهاد المرحلة هادي ما ندوزوش فيها وقت كثير اللي غنكونوا درناها، فقط غادي يكون عندنا دي بوتيت ميزاجور اللي غندور للمستجدات اللي كانت من الوقت فاش درنا لا بلانيفيكاسيون إلى يومنا هذا. أما الأمور الأخرى نكونوا حددناها. مزيان. دونك خلال هذه المرحله ديال الاناليز دي بوزوان غنطرحوا مجموعه من الاسئله. اولا بور كيل تاش، بور كيل بروجي، بور كيل موندا افون نو بوزوان دو بيرسونيل سوبليمونتير. لاش بغينا هاد الناس؟ شنو غيديروا لنا بالضبط؟ لابد يكون عندنا اجابه دقيقه على هذه الاسئله. طبعا سي با لا ديراش اللي مسؤوليتها انها تجاوب. لا ديراش تطرح السؤال والناس الاخرين لي ديريكسيون اللي معنيين بلو ريكروتمون سادي اللي غادي يكوتي والناس اللي غادي يخدموا عندهم هما اللي خصهم يعطينا الجواب. بغينا فلان ولا بغينا فلان ان كونديدا ولا شي حاجه ان كونديدا سي لا ميم شوز. دونك بغينا اون بيرسون بور فير تيل 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 ترافاي. مزيان، سا سي تري امبورتون. اي سي فورمول با بريسيزيمون سو كيل دوموند اون بو با فير لو ريكروت. سي اون لو في اون فا فير شي حاجه اللي هي ماشي عايه. سؤال ثاني، كون افون نو بوزوان؟ فوقاش بغيناهم؟ واش بغيناهم دابا شهرين؟ واش بغيناهم دابا عام؟ واش بغيناهم دابا 6 شهور؟ سنعرفو فوقاش. عادة ملي تندويو لا بلانيفيكاسيون ديالنا تنخرجو لي بوزوان في عام. بالنسبة للمؤسسات اللي تيشتغلوا اللي هما تابعين للدولة، نعطي مثال ديال التكوين المهني على سبيل المثال اللي هو مؤسسة يعني تابعة للدولة وخا عنده استقلالية في لاجيستيون ديالو. إلا كان ليكزيسيس يبدا من جونفي حتى ل ديسمبر، حنا خلال هاد ليكزيسيس مثلا نقول حنا حنا في 2021 2021 لي بوزوان ديالها تحدوا في 2020 و 2022 إن شاء الله غادي يتحدوا خلال 2021. وعادة قبل من أكتوبر ولا نوفمبر تيكونوا لي بوزوان صافي يتحدوا ديال 2022.
قبل اكتوبر ان شاء الله او نوفمبر ديال 2021 يكونوا لي بيزوان ديال 2022 تحدوا. كيف تندير العمليه؟ تقوم لا دايره الخدمه ديالها، تتصل بالمديريات كاملين تقول لهم قولوا لي لي بيزوان ديالكم. الو غناخذوا مديريه ديال التكوين، مديريه التكوين غادي تجي تقول لك انا سيغ توجيهات المدير العام، توجيهات ديال المجلس الاداري ديال التكوين المهني، خصنا نفتحوا ثلاثه المعاهد جداد. ثلاثه المعاهد جداد، واحد في فاس، واحد في العيون، وواحد في جراده مثلا. مزيان، ها لي سبيسياليتي اللي غادي يكونوا فيهم. درسنا هذا الشيء، إذن هذا تعطينا شكون هما الناس اللي حنا محتاجين بهم. كاين الناس اللي هما عندنا، مثلا عندنا دي سيركلو في بعض المؤسسات غنهزهم نجيبوهم، دونك هادو عوضناهم. لكن غادي خصنا ربما دي زونسينيون، غادي خصنا دي ديريكتور حيت ما عندناش ديريكتور، الله اعلم. المهم غادي خصنا الناس، فهما تيكونوا حدوا هاد لي بيزوان ديالو. لا ديراش تجمع لي بيزوان كاملين داكو وتيحطوهم في واحد الطابلو، والمدير العام تيهز هذاك الطابلو هو وديراش داكو. انا عندهم واحد السيده هي المدير العام عامه، وتيمشوا عند الفينانس او تيرسلوا فريق اللي غادي يناقش على مستويات، على حسب المستويات تيبداو يناقشوا مع الفينانس. الفينانس عنده داك الشيء واضح بحال اللي غنذكر بعد في بعض الاشياء وذكرتها بعد. عنده انفلوب معينه، هو عنده التوجيهات ديال الحكومه، عنده توجيه، عنده لي بيزوان كل الوزارات وكل المؤسسات وكذا. فلما تبدا تكوين مني تيقول له شتي وبغينا نديرو هادي وبغينا نديرو لا كاليتي وبغينا نحسنو، تيقول له شوف لاتيست ها لونفلوب اللي عندكم، ها لي ضمن هاد لونفلوب قول لي شنو ممكن دير، راه ما نزيدك السنتيم. هادشي اللي كاين سيغ سيت باس. تيتفقوا على حل نهائي، يعني اخر ما هو موجود، اخر ما هو ممكن، وتخرجوا ما يسمى بقانون اطار لا لوا كادر. هاد لا لوا كادر تقريبا نعطيكم وحده تشبه لها، لكن سي با لا لوا كادر اللي هذا اللي فيها اللي فيها الا بغيتو كاع لي بوزوان اللي كاينين وكاع لي بوزوان كي سون فاليدي با المينيستير دي فينونس. علاش فاليدي با المينيستير دي فينونس؟ لان من بعد ملي غنجيبو واحد السيد ولا واحد السيده باش يكون مثلا ديريكتور، خاصو يتخلص. شكون اللي غادي يخلصو؟ الفينونس اللي تيخلص. دونك الفينونس الا ما عندكش البوست كاين ما يخلصوكش، بحال الجامعه الا ما عندكش بوست بيجيتير في الجامعه، واخا تجيب السيد ولا السيده وتحطهم ويدوزو زونتروتيان وينجحو ما كاينش اللي يخلصهم. دونك تيتفقوا على لي بوست بيجيتير فلوس داكو. فهذا هو النقاش بهذا الشكل تيكون. بالتالي هاد لا لوا كادر اللي حنا وجدنا اكتوبر ولا نوفمبر 2021 ان شاء الله، اللي سي سيل كي فا ريجير لي ريكروتمون في 2022. دونك 2022 واجده، ماشي عاد نبداو نخمو فيها. الى سبحان الله حدثت مستجدات، تتوقع وفيات، توقع كذا، توقع الدوله تجي تطلب شي حاجه مستعجله كذا، الى وقع بحال دابا الدوله غتجي تقول لك شوف الان الله يخليك انا الدخله نايضه عندي، بغيت الان في اطار يعني في ليسباس ديال شهر طلعوا لي مؤسسه في هذا المجال صافي. ديك الساعه ما تبقاش تناقش واش غندوها ما غندوهاش، اعطيني فلوس غنخدم. فانت تمشي تقول للفينونس ها الامر اللي جا من ملكي او حكومه او كذا، ودابا عطوني الفلوس باش نبدا نخدم. تيبدا ينيغوسي معك تيقول لك هادي ودبر انت على هادي، حنا ندبوا على تيعطيك الماكسيموم اللي ممكن وتدخله، ولكن هذا شكل استثنائي يعني. مزيان، اذا قلنا اولا شنو هما لي طاش، يعني لاش بغيت هاد الناس، ثانيا فوقاش بغيتهم، ثالثا شحال بغيت. هذاك شحال بغيت مهم جدا، هو اللي تيتحدد في لا لوا كاد في قانون الاطار. مزيان، الا شتوني شي حاجه ما استوعبتهاش وقفوني، راه كاين الجراس ولا دويو مباشره، ما عنديش اشكال. نشوف كاين واش كاين شي حاجه هنا، اذا كان ممكن ازاله الخدش في الصوره.
اللي عنده لا ماء يحيد لنا ذاك الخطوط للناس، الله يجازيكم بخير. دكتور لا ما كاينه عندك انت بوحدك ممكن تحيدوا، ولكن مرجو من باقي الاخوه ان ما بقاش تكسبوا لنا في السبوره. عندي بوحدي انا بوحدك عندك لا ما وصل. يعني غير بقات، هما عندهم تحيدات. لا لا مازال حاول تحيدها من عندك بس. شوف ما الفوق عنديش انا، الفوق انا نشوف حتى هذا ما عنديش انا دوتخين اي لا نخرج وندخل. لا غير نخرج لا غير مسحها من عندك وسط. ها عندك لاغوم، عندك لوتيد لاغوم باش انك تمسح الحاجه اللي تكتبات في البارتاج. هي، ولكن اللي كتبتها انا نو ممكن لا كتبوها شي واحد اخرين. لي بارتيسيبون لي ولا 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 زانوتاسيون. حيد البارتاج عاود ردو نحيد البارتاج، وعاود ارجع. نحيد لو بارتاج، ندير بحال هكا بارتاجي، عاوتاني بارتاج بارتاج مونتي مونتي. اوكي تمام، دي بارتاج ليكرون. الحمد لله نجحنا مزيان هكا، جيد ممتاز دكتور. سمحوا لنا وصافي اليوم احنا بيان. الو قلت لكم ليكزومبل ديال لا لوا كادر، اون فيت هذا اي غوسوم سي با لا لوا كادر. مي انا علاش درت هذا؟ هذا تيكون انوتي عند الديراج صافي تتقبط لا لوا كادر. هي هنا عندكم لي فونكسيون هما دو ديريكتور شيف ديفيزيون شيف سيرفيس شيف بروجي كا تكنيك انسيون سكرتير اجون تكنيك الى اخره. تيت لي سي كاع لي فونكسيون اللي عندك اللي هما باغيين بغيناهم حنا خلال ليكزيرسيس العام مثلا 2021 اللي حنا فيها، وهنا حتى جانفي فيفري مارس ابريل حتى ديسمبر. هنا تنشوف انا مع لي ديريكسيون تنقول لهم مثلا لا ديريكسيون مثلا لوجيستيك خصهم ديريكتور، تنشوف مع المدير العام مع كذا فوقاش خصهم. الا كان مستعجل صافي غادي نخدموه بور جانفي او نخدموه بور فيفري داكور. دونك هاد الطابلو تيتعمر في اواخر 2021 ماشي 2000 اواخر 2020 عفوا، ما تيتعمرش في الان، تيتعمر قبل لانه بحال اللي قلت لكم خصني واحد دو موا باش ندير لي ريكروتمون. دونك هادوك لي ريكروتمون اللي يكونوا عندي في جانفي انا تيخصني نوجدهم ابارتي دو موا نوفمبر باش يكونوا واجدين. صافي ديك اكتوبر سيكون عندي لاكارت باينه باش ندير الاستعداد ديالي ونعرف راسي فوقاش خصني نبدا وكيفاش خصني نبدا. هذا الامر الاول. جيد، هنا ملي تنقسم هاد لي ريكروتمون على جانفي فيفري تنعرف شو ما الشهور اللي غيكون عندي فيهم بزاف، شو ما الشهور اللي غيكون عندي فيهم اقل، وبالتالي هذا تيساعدني على تنظيم عمليه ديال ريكروتمون، لان عمليه ديال ريكروتمون ماشي سهله. يعني فيها اولا لابيل دوف خصو يمشي، خصك تاكد بانه تنشر في الجرائد بانه كذا هذا، تيبداو الناس يجاوبوا دونك تبدا تلقى الطلبات، هاد الطلبات تيجيو خصك تدرسهم داكو الدرس القانونيه ديالهم صدي واش هادوك اللي صيفطوا الطلبات تيستجبوا للشروط اللي هي موضوعه ولا لا. لاننا كاين شي وحدين واخا الشروط هذا تيقول لك الله يجعل الغفله بين الشاري والبيع راه يمكن ما ينتابوش. لا هادشي ما بقاش يخدم، هادشي كان يخدم في الستينات والسبعينات دابا ما بقاش يخدم. دابا تيدوز داكشي اوكريبل واحد 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 فيه 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 كاين ما كاينش ما كاينش تيقول لك حيد. وبعض المرات راه قبل ما توصل عند الدراج تيكون واحد في الباب في لاكوي اللي تيكون عنده لي زيليمون متبع طاق لا هذه كاينه هذه ما كايناش هذه كاينه هذه ما كايناش بالسلام عليك، ما تيقبلش منك الطلب ديالك مزيان. دونك لما تنعمرهم انا بالنسبه لي موا تيبان ليا لا ريبارتيسيون كي دايره. دونك ابارتي دو لا انا او نيفو دو لا ديراج تيمكن لي نبدا الخدمه ديالي ونستعد باش ندير لي بروسيسيس دو سيليكسيون. مزيان، دابا درت لي بوزوان ديالي لا بروبليم حددت لي بوزوان اللي عندي بانوا ليا. جو سي كومون كونت اسكي فو بروغرامي سا
لأن كذلك هذا الدكتور عفوا تنقول منين غنجيب الناس. الو عندي دو سورس، اما لي سورس انتر بمعنى من داخل المؤسسة تنشوف واش عندي ناس اللي ممكن يستجيبوا اللي ممكن يغطيو هذا النقص، او من خارجها لي سورس انتر. هاد لا سورس اي لي بو كوتوز لان ما تتكلف والو، سيد ولا سيدة عندك دونك تيكفي ان تشوف الناس اللي باغيين، هذوك الناس اللي باغيين تيدخلوا في العمليات يديروا تاهما الطلب ديالهم ايتترا. هذه فيها بعض الايجابيات حيت هاد الناس تعرفوا المؤسسه، تعرفوا نظام القيم ديالها، تعرفوا العقليه ديالها، تعرفوا كيف تتمشي كيف تتمشى كيف تتمشي كيف الامور تدوز، وبالتالي ما تحتاجوش عاد دير لهم شويه الادماج ولا ابدا، مباشره تيكمل. الامر الاخر اللي هو مهم وهو انه الحافز عندهم كبير. علاش؟ لان غادي يكون عنده بروموسيون ترقيه، وغادي الوضعيه الماليه ديالو غتحسن، الوضعيه الاجتماعيه ديالو غتحسن، دونك لا بيرسون اي موتيف تري بيان. توتفوا اون بو با تو لي ريكروتمون لي فير اون انترن. بوركوا؟ باسكو دابور on n'a pas toujours les profils qu'il faut. واحد. Deuxièmement, il y a un petit problème, c'est que on apporte plus de 109. يعني داك الدم الجديد اللي غادي يجيبنا معارف جديده ومهارات جديده وعقليات جديده اللي غنطوروا بها المؤسسه ما غاديش يبقى. غنبقاو غير بيناتنا تنضروا. دونك من هذه الناحيه هذه ما مزياناش. دونك هذوك اللي يمكن يجيب لك افكار جديده ويجيب لك امور وكذا ما كاينش. ولذلك خصنا نخلطوا بيناتهم. بمعنى انه يكون عندنا دي ريكروتمون انترن ويكون عندنا دي ريكروتمون اكسترن. اي بي سي اون فو اتيري لي ميور كومبيتونس لي كاينين سور لو مارشي لا اوسي اون بو با سو ليميتي اونيكمون ا لانتيريور، اي فو الي شيرشي دو لكست ا لكستيريور ايغالمون. اي لا فو بوفي دريني فو بوري اتيري دي كومبيتونس انتريسانت داكور اي بوزيتيف بور ل l'organisation. Et donc, le hal est que nous nous mettons entre les recrutements internes et les recrutements externes. Quand je travaillais dans le domaine de l'économie, des postes qui nous خصينهم يعني بالنسبه ديال 90% l'interne. Quand des postes qui nous تقريباً 99% pour l'interne. Ou quand des postes qui nous في l'externe. Donc il y avait les deux. هاد لي بوست اللي هما في لانتيرن الطبيعه ديالهم انهم تيخص انسان يكون اوبيراسيونيل ايميدياتمون داكور، سادي اليوم استلم المهمه ديالو اليوم تيولي فعال. على سبيل المثال بحال دابا بغينا ان ديريكتور دي زيتود و دي دراسات، غادا تنجيبوه من لانتيرن تنشوفو الناس اللي باغيين يرتقيو. عادة تيكون واحد الاستاذ اللي عيا من التدريس تيبغي يدوز شويه لا جيستيون كذا، تناخذو كيولي هو مدير الدراسه. بيان سور تنصيفطو لان اوتر ايتابليسمون باش ميبقاش مع الناس اللي كان معاهم، تنصيفطو لان اوتر ايتابليسمون وتيكون فاعل من النهار الاول. علاش؟ لانه عارف المؤسسه، عارف عارف شنو هو ان امبوا دي طون، عارف شنو هو المشاكل ديال الاساتذه، عارف شنو هي الحاجات ديالهم ايتترا، عارف طبيعة ديال التدريس كيف تتكون والتوقيت، وعارف لي زيتيديون لي ستاجير تا هما كي دايرين كذا، ماشي عاد عاد تعود ليه، هو عارف انتهى الامر. يسيفي انه ينجح في لونتروتيان زعما يبين بانه عنده دي كومبيتونس باش يمكن له يمشي ابعد مما هو عليه اليوم وانتهى الامر. مزيان. وكاين دوت بوست لي فو ابسوليومون شيرشي بحال دابا واحد الوقت، نهار اللي بغينا نديرو مثلا الكوير ما كانش عندنا ان سبيسياليست دو كوير في لوفيس كامل، دونك الى فالو شيرشي كالكا من على برا اللي يكون متخصص في هذا المجال هذا. لا تمشي تجيبو. كذلك نهار اللي بغينا ندوي واحد لا سبيسياليتي اللي كانت من سوريا سكون ابيل لي سوفلور دو فير، اللي تيصوبوا داك الزاج بالاشكال المختلفه ديالو لي سوفلور دو فير، هادو كان خصنا نمشيو نقلبوا على معلميه. مشاو تقلبوا على معلميه فاس اللي تيديروا هذيك الخدمه ديال الارتيزانا اللي هي داخله في الارتيزانا. وتصور انت تجيب واحد المعلم اللي واحد الاستاذ
اللي ما عندوش ما قاريش يعني ما عنده لا باك لا والو، ولكن تضطر انك تدير معه واحد العقد مختلف باش يمكن له يتخلص. وبيان سور تيدوز لو فينونس لي فينونس فاليد هذاك العقد ماشي اوكي باش يمكن له يتخلص فيه. وتيكون هذاك تنسموه من حنا فورماتور اللي تولي المعلم، يعني بحال المعلم اللي تعيطوا له هما المعلم في المجال ديالو مزيان. وهادو في كثير من الحرف ديال الصناعه التقليديه. تري بيان، s'il y a des choses, vous pouvez prendre la parole ou les chercher, il n'y a pas de problème. Alors, les sources de recrutement, d'Aïmen, on va commencer par publier ce qu'on appelle une offre d'emploi. Cette offre d'emploi, tu te dirais le mot, c'est ça. Parce que tu as les besoins d'elle. Alors, tu peux faire une brève présentation de la société, la mission d'elle, les produits d'elle, les services, les traitements. Le titre du poste à combler, le résumé des principales tâches et responsabilités, les qualifications, aptitudes et ou expériences requises, l'emploi pour être le poste. D'accord? Ou là, la tourette, ou les kinfrafiches poste, les avantages liés au poste, il y a le poste, d'accord? Les avantages liés à l'index. Et les coordonnées de la société selon le mode d'envoi requis. Yani, je voudrais notre dossier physique ou notre job par Internet, ou là, etc. En général, on remove les dossiers physiques. Bien. Alors, sauf dans certains pays, je suis le physique, bien. On est sur la fiche poste. Ou la fiche poste, c'est qu'il y a des gens qui هنا نعطيكم ان اكزومبل ديال ان ابيل دوف دومبلوا بور لو بوست دو شيف سيرفيس افريك دو ليست. الوغ هذا ديال التكوين المهني لما المغرب خدا قرار باش نفهموا شويه. هذا ما كانش يعني لما كنت تشتغل كان ما كانش يعني هاد سيرفيس اكزيستي با، لكن الوقت اللي انا خشت في 2018 ما كانش موجود. لكن غادي نلاحظوا بان اللي وقع هو ان المغرب توسع في افريقيا وعطى خدا السياسه ديالو انه يمشي لافريقيا ويشتغل في افريقيا، وبالتالي كان المفروض ان التكوين المهني كجزء وكاداه من ادوات الدوله اللي تتشتغل في هذا الاطار ديال التكوين وكذا ولا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني اللي هو مهم بالنسبه لافريقيا كان لابد من انه يشتغلوا على لافريك دو ليست كجزء. كاين طبعا لافريك دو ليست وكاين لافريك دو لواست اتسيتيرا، ولكن نظرا للحجم ديال العمل اللي هو كاين فارادوا واحد المصلحه اللي تكون مختصه فقط في لافريك دو ليست. دكو اي دونك ايزو كريي ان سيرفيس افريك دو ليست. تري بيان، الى شفنا هاد لافيش ديالو دكو دونك ها لا ريفيرونس ديالها دكو l'office d'information professionnelle, d'accord, pour le poste de chef de service, nombre de postes c'est 1. On a le descriptif du poste, donc on a la fiche poste dialo. Le profil requis l'emploi, où tu dis le fier, il est candidat externe, il a un bac plus 5, domaine gestion, marketing, commerce ou droit international. C'est un diplôme qui donne accès à l'échelle 11 de la fonction publique. Alors, on a في الاول كنا تنخدموا بستاتيو دو فونكسيون بوبليك، دابا عندنا ان اوت ستاتيو مختلف، ماشي مختلف على فونكسيون بوبليك، يعني وي مختلف على فونكسيون بوبليك من ناحيه انه إلي بلوز افونتاجي كو لا فونكسيون بوبليك. دكوب ولي زيشيل عندنا مختلفين، ولكن هنا تيديروا ايشيل 11 لا فونكسيون بوبليك لان الناس باش يمكن لها تبوزيسيوني نفسها. دونك ان باك بلوس 5 اللي غادي يجعل ينو فو كالكان هنا كيا لي كون ليشيل 11، غادي يدخل ايشيل 11. تري بيان. جي سيفي دون اكسبيريونس بروفيسيونيل كوميلي دو 4 ans او موان دون لو دومين دي باردون دون لو دومين دي بارتناريا انترناسيونال، كون ديجا عنده خبره بارفيت ميتريز دو لونجلي. دونك تو هنا تشوف ان علاش لافريك دو ليست اليوم انجليزيه. دونك الا ما عندكش لونجلي ما يمكنلكش تمشي تما شدي تفرج فيهم، ادي معاهم فرنساويه، الفرنساويه هي لغه الفقراء
Là, donc, parfaite maîtrise de l'anglais, être âgé de 45 ans au moins, la fonction publique, d'accord, est de nationalité marocaine. Donc, elle dit, il est externe. Il est externe dans l'office, il y a un bac plus 5, ou il y a 4 ans d'expérience dans le domaine des partenariats, ce qu'on a fait dans les partenariats, d'accord, et être classé à l'échelle 19. Et 19 a 9 statuts d'INA, il y a l'équivalent de 11, la fonction publique. Ou par dérogation, l'échelle 16. L'échelle 16, il y a 10, il y a la fonction publique. Yani, il y a mal qu'inage, واحد عند في 19 اللي عنده هذيك الشروط ولقينا واحد في 16 ولكن عنده حتى هو على الاقل 4 سنين ديال في لا كلاس سي اللي فيها ليشيل 16 تتعود له على هذيك 19 اي بون ميتريز لا لونغ انجليز مزيان هنا تيديك لي دوسي دو كونديناتور الى كنتي اكسترن هاد الدوسي اللي خصك توجد كنتي انترن هاد الدوسي Les modalités de dépôt, s'inscrire sur le site et postuler de l'offre sur le site. Donc, tu as l'offre directement sur le site. On va te scanner les documents, d'accord, PDF ou tu as fait l'adresse. Donc, c'est un dossier physique. C'est-à-dire, vous scannez les documents, tu as fait ton nom. Ou même, tu as fait le tirage. Donc, tu as fait le site. Donc, c'est ça. تتشوف بان حتى الاداره سيرات تطورات اللي كاين يعني انت تتحط تي بوستي بور لو بوست مبدئيا ومن بعد تتوجد الوقات اللي هما طالبين منك تتسكاني داك الشيء تتصيفطو لهم هما من بعد تيتوصلوا بداك الشيء في لا ديراج تيرتبوا امور ديري لك لا دات ليميت دو ديبو دي كونديداتور اي تو دو سوي ترانسمي فيا ان كانال اوت كو سيلوي بريسيتي نو سرا با بري اون كونسيير يعني قلتي انت لا انا غنجتهد بحال شي وحدين الله يهديهم انا نشد الدوسي غنديه لهم حتى لا كوي نحطو لهم غتحطو لهم في لاكوي غادي يتعوما كون واثق لانك ما قريتيش وغت سوري افكتي في لا ديريكسيون افريكي انترناسيونال سياج لو اف بي تي فوالا دونك هذا مثال انا عطيته لكم هنا باش تشوفوا الا كان شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا شوفوا واش كاين واحد السؤال كتابي دكتور وي دونك سي محمد تيقول سيل فو بلي است كون بو كونسيديري لا بروموسيون دان كادر فير ان بوست دو ريسبونسابيلتي كوم ريكروتمون اه بيان سور بيان سور باسكو سي اون فيزا مي سور لو بوست دو ريسبونسابيلتي سي كو هذاك لو بوست ايتي فاكون كان خاوي اي دونك يافي ان بوزوان يعني هذاك البوست ماشي كريو عليك انت لا وانما هو سيتي ان بوزوان اي زون بروسيدي او ريكروتمون ان انترن باسكو بور او سابو ان انترن كيلكان كي فا كي بو رومبلير لي كريتير نيسيسير بور اوكيبي سو بوست دونك سيتي ان ريكروتمون اي سيتي اون بروموسيون بوركوا باسكو فوز ات كادر فو توشي ان سالير فو باسي ان بوست دو ريسبونسابيلتي شيف دو سيرفيس على سبيل المثال Vous avez un autre salaire parce que vous avez la prime dit le chef service les mains sur le cadre. Sur certaines parties, à tout cas, je ne sais pas. Nous allons voir, inshallah, le mettre comme la rémunération, mais je ne sais pas les coûts. Donc, sur certaines parties, à tout cas, je ne sais pas. Ou là, qui sur les indemnités, a dit tout les indemnités, mais je sais pas. Un poste de chef service, maintenant, vous le mettez, c'est à peu près vous avez 3 000 dirhams de plus par rapport à un cadre. Alors, en arrêt, je vous donne des chiffres approximatifs. C'est un peu plus que 3 000. Et si vous passez chef de division, c'est un peu plus, c'est autour de 5 000. Donc, vous voyez que c'est une augmentation, les machines, c'est là. Allah y'a un qui l'a parlé. Bien, l'un te dit la phase de présélection des candidats. Donc, on va sélectionner les candidats. Ça y est, d'abord, on snappe les CV, on snappe les dossiers. D'accord. Alors, on va faire le tri. On va faire le tri. Et lorsqu'on va faire le tri, on le fait devant du papier. Suppose être le cas de chef service Afrique de l'Est. J'ai une candidature.
دركو اون اكستند، وجاونا واحد ثلاثة ولا أربعة اون اندم يا 14 انا خصني واحد. دونك اول حاجه غنديرو او نيفو دو لا دي راش شنو هي، سي دو فيريفي داكور سي لي دوسيي ريسبكت لا بروسيدور فيكسي او ديبار، واش الاوراق اللي مطلوبين كاينين، واش هما بالضبط ماشي شي حاجه تتشبه ليهم، واش تحطو في الوقت المناسب اتسيتيرا اتسيتيرا. لما تنتاكدوا من العمليات يبقاو لنا ceux qui sont validés bien interne et externe. Supposons ben on قينا بين جوج ماشي هما هادو حيدناهم قال 12 الان عندي 12 دونك كلهم عندهم ليكسبيريونس المطلوبه ديال 4 سنين ياك. الان سو كوا جو مبازي باش نختار، الو باش نختار جو مبازي sur les CV. علاش؟ لان ان فيت هذوك لي اكسبيريونس اللي عندي راه قال لي بانه مشى دار 4 سنين هنا او عامين هنا ومن بعد دار عامين هنا، اوكي مزيان، ولكن الدخل ديال العامين انا ما باينش ليا، هو راه حاطه في السي في لانه الى ريديجي سون سي في. دونك انا نمشي للسي في، لما تنجي نشد السي في انا عندي 12 سي في، واش تظنوا بان لا دي راش غادي يشدو شاك سي في غادي يعطيوه واحد الساعه ديال الخدمه ويدوزوه الى ساعه غادي يوليو في 12 ساعه، 12 ساعه غتولي تقريبا يومين الخدمه. حنا في دي راش دائما عاده وفي لي ديريكسيون الاخرين اوني اون سوز افكتيف، دائما حنا قلال بالنسبه لك شي اللي خصو يدار. دونك ما يمكنش الشاف يسمح باش ندوي هذه العمليه في يومين الخدمه، يعني ناخذ اثنين وثلاث غير باش ندوي هذه العمليه، وفوقاش ندوي داك الشيء الاخر اللي خصنا ندوي، سا ماش با. دونك تيخصنا نخدموا بشكل اسرع، يعني هذيك في عوض ساعه هذيك الساعه تتولي 10 دقائق تتولي ربع ساعه، داكور، بمعنى انه تيخصني انا في موان دون ماتيني نكون كملت هذوك 12 ودرت الملخص ديالي. هل اللي غن جو سكو جو روتينير هل اللي جو با روتينير مزيان. دونك كونت اون تريت لي سي في غادي نشدو هادوك اللي هما قراب لداكشي اللي بغينا، وغادي نشدو هادوك اللي هما بعاد على داكشي اللي بغينا، وغنشدو هادوك اللي شويه الوسط، هادوك اللي بعاد غنحيدوهم، وغادي ندوو علاش حيدناهم، لان ليكسبيريونس ني با اديكوات، ليكسبيريونس ماشي هي اللي طلبنا حنا، داكور، يعني هذا السيد مشى باش يدير حاجه وحده اخرى تما، ما عندها علاقه بداك الشيء اللي هو مطلوب منه اليوم. دونك هو يمكن مشى لكابون ولا مشى لاكوت ديفوار، ولكن ما مشاش باش يعني من خلال لاكتيفيتي ديالو تما دار غير داك الشيء انترن، يعني اللي ما عنده علاقه. دونك سي با بيان، سي با سكي نو فو، يعني داكشي اللي دا هو زوين، ولكن بالنسبه لينا حنا سا نو ريبون با ا نوتر بوزوان. اللي قراب شويه اللي هما داو، ولكن داكشي قليل، مثلا اول يوم كيخدم 4 سنين كامله، هو كان 4 سنين ولكن يخدم غير عام داكور ولا عامين، دونك سي انسوفيزون. ما نقارنوش بهذاك اللي 4 سنين تو تيدير ان اكتيفيتي اللي تتشبه داكشي اللي حنا بغينا. متفقين معايا الان؟ متبعيني؟ دونك انا جو في غاردي sur les 12, je vais garder 10 parce que 2 مخدمين. مزيان. الان هذوك 10 اللي عندي خصني نخرج منهم انا في الاخر واحد 6 اللي غندوز لهم، دونك خصني نحيد 4. علاش 6 اللي غندوز لهم؟ لانني ما عنديش الامكانيه انني ندير اكثر، الوقت ما تيسمحليش. دونك جو دوا تريي بارمي لي 10 بور نو بروند كو 60% هما اللي غندوز لهم، و 50% على حساب. دون سيغتان كا الا ما عندهمش خدمه ولا شيء يقول لك ندوزهم 10، لكن صديق هنا فين تندخلوا في ليتود دو سي في.
وهذه النقطة أنا يعني بغيت أن تعمدت أنني نديفلوبي هنا ميم سي سي دو ديتاي، ولكن لأن من خلال لا ليكتور ديالي وخبرة ديالي شوية في لي سي في، أولا وجدت كوارث في لي سي في، يعني لا أخفيكم كوارث لغوية، كوارث كذلك في قضية الكتابة، وبالتالي يعني خصنا نعرفوا، خصكم تعرفوا انتم، خاصة بالنسبة اللي فيكم باقي ما خدموش يلاه تيقلبوا، ان راه اللي تيدوي عليك هو السي في ديالك، اللي تيتكلم عليك هو السي في ديالك. ولذلك لما تكتب ان سي في، انا غادي نشرح الامور بالتفصيل، خصك تفهم بانه هو ما كاتبوش ليك انت، كاتبو لهذاك اللي غادي يقراه، بمعنى انه ماشي المهم تفهمو انت، المهم هذاك اللي غادي يقرا هو اللي خصو يفهمو، لانه هو لا يصدر الحكم. الامر الاخر وهو انه خصك تبذل المجهود ديالك من خلال السي في، طريقه الكتابه ديالو، طريقه التقديم ديالو، بشكل انه ما تجعلوش يقول هاد الكونديدا لا، بمعنى ما ديرش بعض الاخطاء اللي غنتكلم عليها اللي ممكن تمكنك من الاقصاء، انك تقصى نهائيا من هذه العمليه. وهنا غادي نعطي امثله على ذلك. ان سي في دوات ات كلير، كلير بمعنى واضح، وهذه تنصح بها حتى هذوك اللي باغيين يطلبوا دي بروموسيون ولا شي. شو معنى واضح؟ غادي نشرحها لكم شويه بالدارجه ديالنا، وغادي تنظن بانكم غتفهموني بسرعه. دكتور إذا ممكن تأكتيفي الميكرو ديالك. ألو تقطعت ياك؟ تقطعت، وقفتي في سمعنا إلى غاية المثال بالدارجة وغنفهمو مزيان يا كلير. كلير هي معناتها أنني ما نحتاجش ناخذ دولي بلان باش نفهمك شنو قلتي أو شنو بغيتي تقول. يعني بعض المرات توصل بعض الجمل اللي تتخليك انك فعلا يجيك حرق الراس باش تحاول تفهم هذاك لو كونديدا ولا هذيك لا كونديدات اشنو بغى يقول. كلير انه خصني ما نبذلش مجهود باش نفهم شنو بغيتي دير. علاش؟ اولا ما عنديش وقت بزاف، وبالتالي انا غير مطالب كمسؤول انني نحاول نفهمك، اللي مطالب هو انت انك تكون واضح. الامر الثاني، انا من خلال قراءتي للسي في انا تنحاول نقراك انت كشخص، كانسان، كعقليه. الا ما استطعتيش تكون واضح باش تكتب لي جمله قصيره، انا يمكن نمشي شويه بعيد ونقول ما عندكش القدره على انك تكون واضح حتى في الخدمه ديالك. هاد ليكسترابولاسيون يمكن لها دار وتيديروها. بالتالي خص انا نحرص على انني لما نكتب، بحال اللي قلت لكم داك الشيء اللي قلت لكم قبيله، انني لما نكتب راني تنكتب ماشي ليا وانما لهذاك الاخر. وبالتالي لما تساليوا السي في ديالكم شدوه واعطيوه لشي واحد يقراه اللي هو بعيد عليكم، بمعنى انه ما عارفش شدوه انتوما، ويقول لك غير مجرد يقول لك راني فهمت اشنو كتبتي، عرف راسك بانك نجحتي في المهمه.
باش يبداو يفهم الديتاي، لكن يكون فهم المعنى العام ديال داكشي اللي بغيتي قلتي جمله فهمها. انا درت ان ديبلوم في هل انتيتولي ديبلوم، هل المؤسسه اللي درت الديبلوم، هل الفتره الزمنيه اللي درت الديبلوم، تاع الامر هذه فهمتها. حوايج واحد اخرين درت ستاج اموا ولا هذا اكسيتيرا في لونتربريز فلانيه، ها شنو درت كوم اكتيفيتي تلخصها بجوج كلمات ماشي في السطر داكو، وها فوقاش درتها. انا واضح هذا انتهى الامر ما فيش لبس. بعض المرات كاين شي وحدين اللي تيبغيو يديروا شويه الانشاء في السي في، السي في ما فيش الانشاء، شويه الانشاء كاينه في لا ليت دو موتيفاسيون، السي في ما فيش الانشاء. جيد، مرحبا بك، مرحبا بك. إذن كلير سي لا بروميير كونديسيون. دوزيام كونديسيون يفو كي سوا بريسي، دقيق. لما تعطي معلومات اعطي معلومات كامله. عندما تقول لي خديت الدبلوم اعطيني هاد لانتيتولي ديال الدبلوم، اعطيتيني اعطيني ليكول اللي خديتي فيها الدبلوم او لونيفرسيتي اللي خديتي فيها الدبلوم، فوقاش خديتي الدبلوم، واش هاد الدبلوم عنده اون اوبسيون سيبليمونتير بريسيز ايتترا ايتترا. انا خصني لا بريسيزيون. بغيت درتي ستاج ما تكتب لي ستاج وكتبتوكو، يمكن ستاج فيه اسبوع، ممكن يكون فيه اسبوعين، ممكن يكون فيه شهر. انا خصني لا بريسيزيون وشنو درتي. لان بارفوا يمكن لك دير ستاج غير اوفريي، بعض المرات يمكن لك دير ستاج يعني ميكانيسيان، بعض المرات يا بليزيو ناتيو دو ستاج من ناحيه لاكتيفيتي ديالها. دونك يفو ايت بريسي. النقطه الثالثه اللي هي خطيره ومهمه سي لا كوهيرونس، هي التناسق. بمعنى ما خصش يكون تضارب في هذا الامر. هذا التضارب خطير جدا. التضارب معناه انه تناقض. وهنا ساعطي مثال. يعني تيجي واحد تيجي في الوزير، هذه تنوجدوها في الوزير. وانا على فكره شاك فوا كنشوف بان الوزير عامره بزاف تنحيد السيفي بلا ما نصدع راسي. جاي تيقول لك براتيك دي فوتبول، ناتاسيون، لا ليكتور، داكور. الى جيت انا نحسب الوقت اللي انت تدوزو في هذا الشيء، لكتي فعلا صادق انت، والوقت اللي تدوزو في هذا الشيء، ومن بعد تمشي نقلب تلقى بان لي ستاج تقريبا كاين فيهم واحد شويه، هذوك اللي كانوا اوبليغاتوار في القريه هما اللي دار ما عدا ذلك ما كاين حتى شي حاجه. ليكسبيريونس هذه مشى خدم هنا هنا ما كايناش، تنفهم انا علاش. لان الوقت كله داز في هذاك الشيء الاخر ديال الوزير. دونك سي نورمال انه يعني ما خدمش، ما بقاش الوقت فوقاش يخدم. دونك هاد لا كوهيرونس خصها تكون، بمعنى انه ما يمكنش خص التناقض ما بين هنا وما بين هنا، ما بين نقول هادي وندير هادي. الان من بعد غادي نشوفوا لا سانسيريتي، يعني هي غادي نرجعوا لها لما نتكلم شويه بالتفصيل على هذا ليكزومبل اللي عطيت. يفوك سي سوا ستركتوري. الو ستركتوري صادي منظم مرتب في ابواب، يعني شكون انت ايتترا ايتترا، لي ديبلوم اللي خديتي، ليكسبيرونس بروفيسيونيل، كاين ليكسبيرونس بروفيسيونيل كاين اللي تيدخل فيها لي ستاج وكاين اللي ما تيدخلش فيها لي ستاج، تيديهم بوحدهم. كاين اللي تعتبر ليكسبيرونس بروفيسيونيل هي الخدمه اللي خدمت، داكور. بون بالنسبه لي سي باز ان بروبليم، بارتي دو مون سي كلير تتبان في السي في. كاين لي لونغ باسكو لي لونغ مهمين، داكور. ومن بعد كاين لي لوازير. En général, plus vous avez d'expérience, moins vous avez de loisirs. Et moins vous avez d'expérience, plus vous avez de loisirs. Là, je vais etc. Donc, il faut que ce soit structuré. Il faut que ce soit argumenté. Argumenté, c'est le sens de dire que l'argumentation n'a pas de الحاجات اللي بغيتي دير. مثال سي اكسبيكي بلوتو، يعني مثلا دابا دير لي لو اتش تي بي. لو اتش تي بي معروفه ليكول الحسنيه ترافو بوبليك، لينيم معروفه مثلا اتسيتيرا. مي الا درتي شي مؤسسه ما معروفاش ما كذا،
il faut préciser شنو هي هذيك المؤسسه اش تعني، لان انا جو سوي با سونسي في لا دي اش انني نعرف كاع المؤسسات اللي كاينين، يمكن هذوك اللي هما كبار معروفين على المستوى الوطني وكذا اوكي بحال لي مي اتسيتيرا اتسيتيرا، مي الاخرين نو ما معروفينش، وبالتالي انا احتاج لهاد لا بريسيزيون هادي. مزيان بيان اوكي الباه انا مزيان ما عنديش مشكل. الو موتيفي موتيفي سي لو بلو دور موتيفي سا فو دير كو كي دون انفي ا سيلوي كي لو لي دو كونتينيو ا لو لير اي سا سي تري ديفيسيل. هذا تخصو يعني في الحقيقه خص يكون عندك شويه ديال مدرب عليها، يعني انا خصني لما نبدا نقرا السي في ديالك انه يكون عندي لا موتيفاسيون انني نقرا حتى للاخير نمشي مع حتى الاخر، ومن بعد يبقى طايح عندي بعض الاسئله اللي تجعلني انني نقول هذا السيد ولا هذه السيده بغيت نشوفه مون اونتروتيان. داكو سي سي مويان دو كابتي دو كابتي هذاك اللي غادي يقرا السي في باش يسمي. اي لا لا ميور فاسون دو كابتي سي دو بيان بريزونتي اي فينالمون كي يكون عندك ان كونتوني كي ميريت اننا نتكلم عليه. Alors, par exemple, l'argumentation également, si, maintenant, l'exemple, le chef service Afrique de l'Est, quand vous allez parler de votre expérience, il faut développer un petit peu au niveau des activités, les principales activités, sous forme de phrases, ou de phrases toiles, de phrases courtes. Bien. Et maintenant, je vous la lettre de motivation, le bac IFM. Très bien. Il faut qu'il soit sincère. أول شيء لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال، هاي قاعدة العامة دي ما فيهاش. الأمر الثاني يجب تجنب أن الإنسان يوقع في الكذب ولو بالخطأ، ما تخليوش هذوك الناس يلقوا عليكم ويشدوا عليكم شي حاجة. أعطي بعض الأمثلة، تيجي واحد تيدير مثلا ليكتور يخليها هكا ليكتور، عرفتي شنو المجالات تشمل كل المجالات، وتحت وكذلك انا عندما تندير ليكتور صافي دير بان يعني ما تيدوش عليا يوم اللي ما تنقراش فيه، بمعنى انني لما تنحسب في الشهر تلقى راسي قريت جوج ولا ثلاثه الكتب على الاقل، كاين اللي تيقرا بوكو بلوس جوج ثلاثه الكتب على الاقل، يعني في العام تنقرا واحد 30 كتاب. طيب الى جا طحت في واحد اللي هو من تقلب او من الناس اللي تعجبهم القراءه غادي يسولك يقول لك شنو اخر كتب اللي قريتي، فإلا انت كتبتي هكاك ولكن انت عند بالك انك الى قريتي جوج كتب في العام راك درتي شي حاجه اللي هي كثيره، في هذه الحاله هذه تيقول لك انا هذا السيد تيكذب عليا، هو سي كوم سا كي فال انتربريتي، ما يقولش لا غير ما انتبهش في الكتابه وداك الشيء، ولكن غادي يقول لي هذا ما نثقش فيه، لان غياب لا سانسيريتي صافي دي عدم الثقه، ولا ما كانش الثقه ما يمكنش تكون الخدمه، لا ما يمكنش يقبلوك الا ما تيقنش فيك، شتي مازال تكون ناقص في الكومبيتونس ويقبلوك يمكن ما كاينش مشكل، يقول لك هذا السيد نخدموا معاه كذا كذا كذا، لكن ما كاينش الكومبيتونس او عفوا ما كاينش الثقه راه واخا يكون كومبيتون ما نثقوش فيه، وبالتالي ما يمكنناش ندخلو معاه. Donc là, il faut faire très, très, très attention. Et il faut qu'il soit attractif, tu as envie de le lire et tu as envie d'aller lire la lettre de motivation. Dans un premier lieu, tu as reçu le où il a éliminé, on a éliminé et on dit pourquoi. D'accord. Et pour ceux qu'on garde, on va lire la lettre de motivation. Bien. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Je passe la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, en fait, dès que je vous donne comme un, je vais vous donner les lettres de motivation. Les lettres de motivation, les lettres que vous jetez, vous m'avez dit que je sollicite votre bienveillance de venir vouloir accepter ma candidature pour le poste de ta. Hadi, il y a l'ibara qui est le plus important
Oh, suite à vos appels d'offres, cada, 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 je pose ma candidature pour le poste. Je ne vois pas une lettre de motivation qui commence comme ça, sincèrement. D'abord, la lettre de motivation, c'est qu'on fait comme ça. L'amour, c'est l'entête. Alors, l'entête, c'est un défait les coordonnées d'Yali et celles du destinataire. Quand je dis coordonnées d'Yali, radine défait le nom et prénom d'Yali, d'accord? Parce que je suis arrivé à d'Yali. Ou radine défait mon numéro de téléphone. هادشي اللي غندير البقيه الاخرى ما عندهاش ديال ناسيوناليتي ماروكان داكور لادريس ميل كذا ما عندهمش علاش ما عندهمش ما عندهمش داكور لانهم كاينين في السي في دونك نعود داكشي اللي كاين في السي في في السي في تنحط داكشي وما بين قوسين لما تجي وتكتبوا السي في غادي تكتب سمي لو نو اي برينون ديالك ما تكتبش نو اي برينون دو بوان عاد تكتب لا حيد داك نو اي برينون عنده ما يدير بها ما تضيعلوش وقته كتب ديريكتومون لو نو اي برينون ديالك ما تكتبش دات دو نيسونس دو بوان لو 25 ولا 24 كذا لا دير ديريكتومون لو 24/8/1980 ديريكت à Casablanca ou là, à Fès ou là, chez Hajj. Le mat brit de l'adresse, mat ktib adresse de point. Neuf chez direct de l'adresse direct. Bien. Vous pouvez rajouter éventuellement la lettre de motivation, votre email. Alors, le neuf la lettre de motivation, en fait, le mat ira, t'as il a bravo, t'as l'oubli, t'as le CV à détail, les filles, mais si jamais tu connerais la lettre de motivation ou d'un mot, déjà un dom téléphone, donc ils peuvent vous appeler directement, vous vous dire voilà, kada, 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 nana, bal, hien, tim, kini, uka. انهم يعني استعجلوا في حاجه لانهم تاخروا او شي حاجه او كذا حد من الاحداث اللي وقعت الدار البيضاء ديال الامطار وكذا دونك يمكن اجلات بزاف ديال الحوايج فبالتالي يمكن ما يعيطوا في التليفون عوض ما يصيفطوا لك لان غادي مستعجله باش يقول لك بون فوالا دوما ماتا vous êtes convié à un entretien كذا كذا bien donc pour aller plus vite شي حاجه قلت لكم التليفون وي اي Peut-être aussi l'adresse mail, mais en général, on met les choses nécessaires et urgentes, pas plus. Et les coordonnées du destinataire. Alors, coordonnées du destinataire, il s'agit de l'appel d'offensien, mais je vais le même sujet. D'accord? Mais il ne suffit pas de dire à monsieur le directeur général de l'Office de la formation professionnelle, il a quand même accepté la demande de la DRH. Donc, à monsieur le directeur des ressources humaines de l'Office de la formation professionnelle. Il faut préciser. Au Canada, il y a des précisions, vous êtes quelqu'un de méticuleux, vous êtes quelqu'un qui lit bien les choses comme le métier de Salaf. Donc, ça, c'est très important. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, la photo et la vidéo, je ne sais pas. L'introduction. L'introduction, elle doit capter l'intérêt de votre interlocuteur, c'est-à-dire ça tu donnes. Ce que tu donnes, ne parlez pas de vous. Contrairement à ce que font tout le monde, mais tu dois à la rasque. L'entreprise l'interfère. Les leaders, d'accord? Mais de l'entreprise, des informations que vous avez pu obtenir en lien avec le poste. C'est-à-dire, je vais vous dire, un rôle, un état, c'est-à-dire tout là, ou cada, ou cada, ou cada, fait une fita à l'Afrique, à ma charrière, il y a une iqtisadia, ou jtimaïa, ou cada, ou cada, ou cada, ou cada, d'accord? Et vous liez ça. Pas de deux ou trois ou la quatre phrases, et vous avez les liés, le poste. Donc, ma douiche à la rasque, n'est-ce pas? D'où est là l'entreprise? Est-ce que tu bien, Hada? Tu bien, Awelen, Bianak, Ramchiti Bhati. Donc, vous êtes quelqu'un qui a pris l'initiative. Vous êtes quelqu'un qui cherche. Vous êtes quelqu'un,
داكور دو موتيفي باسكو سي ونيتي با موتيفي ما انتش توجد رساله اللي لما تنقراها ممكن تصيفطها لاي مؤسسه في المغرب. يعني كاين ديلي دو موتيفاسيون شفتهم يمكن لك تشدها الى حيتي ديستيناتير يمكن لك تشدها لاي مؤسسه صالحه. لا خصها تبان بانها لي بيرسوناليزي موصله لهذاك لو بوست مكتب التكوين المهني وانعاش. داكو دونك سا و فيت سا هذا منين غتجيب لي زانفورماسيون غتجيبهم من لابريس غتجيب انترنت بشكل عام غادي تجيبهم من السيت ديال لوفيس غتجيبهم من لابيل دوف نفسه غتجيبهم من خلال المقالات اللي غادي تقرا في الصحافه وداك الشيء اللي تتبين هذا الامر ومن خلال بعض الاحيان حتى لي بروجي اللي هما ديال التكوين المهني اللي تيكونوا افيك اون بتيت ريشيرش الان افيك انترنت سا دوفيان بوكو بلو فاسيل فو فيت تو سا تشد داك الشيء تتخلطوا تخرج من واحد اربعه ولا خمسه ديال لي فراس مقادين تخي بيان. Après, dans la troisième phase qui est le développement. Le développement, là, vous parlez de vous. D'accord? Et vous allez citer des exemples. D'accord? L'expérience d'Yelk en lien avec le poste. Donc, à titre de bien, l'expérience d'Yelk, par le MT là, l'itatumchim avec le poste, l'intaya, cette postulée-là. Montrer que vous ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, la valeur ajoutée directe, donner du poids à vos arguments en citant des chiffres et des résultats. Yani, un adulte, ou kada, ou kada, etc. S'il y a des résultats, kada. Donc là aussi, c'est un résumé en quelques phrases. D'accord? Les imkil komteo, fadl amrad. Mais une fois c'est l'été, on a dit des choses. Il y a proposition de rencontre. C'est-à-dire, عادة الناس, أنا ما عمري ما شفت واحد قال لهم أنا بغيتكم دوزوا لي أونتروتيان. أنا شفت ناس اللي قال لك حنا بغينا ندخلوا بلا ما ندوزوا لونتروتيان، دو شفتهم. داكور؟ منهم اللي كانوا تيديروا إضرابات ومنهم كذا، اللي تيقول لك حنا أدخلونا ما ندوزناش ما بغيتش أونتروتيان. وحنا دوزنا ناس، يعني دوزنا ناس، يعني جاونا ناس اللي كانوا تيحاولوا يرفضوا انه يدوزوا لونتروتيان. يعني تيقول لك حنايا ما ندوزوش لونتروتيان، حنا فو نو ريكروتي وانتهى الامر. طبعا اون لي زابا ريكروتي زعما باش تكونوا لما كنت في الدارج. ولا اعتقد ان الان تبدا. الان لو ريكروتمون باس نيسيسيرمون با اون بروسيدور كي ريسبكتي. اي دونك لي جون نيم با لي زونتروتيان لانه ça vous met dans une situation parfois inconfortable, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc là, c'est vous qui proposez une rencontre, c'est-à-dire que vous pouvez dire que je suis disponible à venir passer un entretien à un d'accord, donc je suis d'accord et je suis prêt. Donc un amoujou. الثقه في النفس وهي مهمه هنا بالنسبه ليا ميم بالنسبه للونتربريز مهمه اي بيس سا ليس لاخو اللي تيقرا السي في انه يسبوز دي كيستيون كون ميم اولا هذا الانسان هذا السيد او السيده تيقدم لا ليت دو موتيفاسيون بشكل مختلف على داك الشيء اللي تعودنا عليه تيسبق الهضره على le poste à l'entreprise, après à l'expérience d'IALE, et puis il ose dire qu'il a un abri de l'entretien de compte, donc il est motivé, il est sûr de lui, on va vérifier ça. Et bien sûr, vous terminez par la formule de politesse. La formule de politesse, on a un sac, on a comme mettre que bouge les hajjons, mettre ce rouage. On a d'autres les formules, les formules, les bétaches, je sais qu'il y a un cabillot. D'accord, l'expression, kada, 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 kada. Antoum, l'estion fait wadaïa d'yel d'af. Anna wahid l'insan, li tanqalib ala amal, ou andi khidma mounkin qadma mouqabil wahid l'ujra mouayana. Tal am, hadi yel équation. Fabtali, l'ihtiram na'a, ou aki ihtiram sikoun dans les deux sens. Ou ihtiram la yijben yikoun mubalak fi akhtar min l'lazim. Jayid. Quelques erreurs à éviter. Le plagiat. Le plagiat ou un nqil.
بزاف الناس تيمشي يسيليكسيوني دي سي في من الانترنت وتيجي تحاول يبغي يدير بحالهم، بعض المرات تينقلوا حتى لو كونتوني وتينساو يموديفيو دي شوز وتيتفضحوا. دونك اوسي بيان بور لا ليت دو موتيفاسيون كو بور لو سي في ممنوع نقل. في كل حال في اي حال تستافد من واحد لا بريزونطاسيون وشكل بريزونطاسيون ما كاينش مشكل، يا با بروبليم، مي با بلوس با بلوس. لو سي في سي فو. Et je vous conseille, une fois sorti CV, une fois sorti l'indice de motivation. Attends, je suis un peu de l'étranger, je suis un peu de l'étranger, je suis un peu de l'étranger. Je suis un correcteur, je suis un peu de l'étranger. Je suis un peu de l'étranger. Tu dis que la phrase est mal formulée, donc je vais vous donner quelque chose de bien. Mais je vais vous donner tout ce que je vais vous donner. Je vais vous donner tout ce que je vais vous donner. Je vais vous وفي نفس الوقت بالنسبه للي دو موتيفاسيون سي بيان بور لو سي في كو بور لي دو موتيفاسيون. علاش؟ لانه خصك تعرف على انه لما تدخل باش دوز لونتروتيان، حنا غنتكلم على هادشي من بعد شويه، تي خصك اي كلمه كتبتيها في السي في او في لي دو موتيفاسيون يكون يجب ان تكون عندك الاجابه عليها، الا سولك تكون عندك الجواب عليها. دونك الا كانت كتابه ديالك انت، انت كتبتيها ولو انا صح لك شي واحد، انت كتبتيها ستعرف ماذا كتبت وتعرف الاجابه عليها. اما الا خليتيه هو يدير لك دي فراز من عنده، راه يمكن هذيك لا فراز الا دازت عليها واحد النهار ولا يومين تنسى انت شنو هو الكونتكست اللي كان بغى يدير هو وكذا وكذا، وتجد نفسك لا تستطيع الاجابه. وهذا غادي يبين لهم بانك راك انت او انت اللي ما استعنتي بشي واحد باش تكتب السي في. سا سي با بيان. لا ليت كي ريبيت ديجا سكي دون السي في. Dans la lettre, ne répétez pas ce qu'il y a dans le CV. Tu vois, je ce que je vous ai présenté sur le CV. Vous voyez que le CV m'a dit que je suis un autre chèque. Alors, je n'ai pas de photocopie, je n'ai pas de photocopie. Je m'a dit que je suis un associé qui est un CV. Les formules de demande d'emploi, en fait, c'est une lettre de motivation. Pas de demande d'emploi qui évoque des difficultés de situation, l'angoisse de la recherche. صنخ هجوم داك السلبيه الى السلبي الى الايجابي. لا باناليتي ادمنستراتيف سويت ا فوتر انونس باسي جي لونور دو فوز ادريسي. يعني هذا السيستم اللي نبقى نعود فيه وداك الشيء ما خصوش يكون. لي زيكسبرسيون نيجاتيف جو ني با بي ما با ايتي بيرمي دو. دائما تحدث بالبوزيتيف جي في كذا ماشي ما با ايتي بيرمي جو ني با بي. ما تكلمش بالنيجاتيف باش تكون ايجابي. La lettre qui est trop longue et trop tacite. Avant, je vais vous dire que vous avez dit 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 D'accord. الناس اللي تخدموا فوق عارفين هادشي اللي قلت. دونك بو كو سوا بيان بريزونتي لي راتور لي تاش بيان سور اي دي زوبلي امبورطون بحال دابا واحد غينسى السيناتور غينسى لي كودوني ديالو اللي غادي يدير سورتو التليفون داكور سي وزات اون ادريس ميل سي فو لا ميتي فو كو سوا جوست ما تكونش فيها غلط او ما تنساوهاش الا كنتو ناويين ديروها تري بيان. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie Kabel Menzi? Vous savez qu'il y a la question, est-ce qu'il se pose un problème au niveau du CV si on déclare des informations qui sont hors ou bien un peu loin de la spécialité de notre diplôme? Non, il n'y a pas de problème du tout. Au contraire, pour moi, c'est un point positif. L'insan il essaie d'aimer d'élargir le champ d'action dialo les compétences dialo qui haouli nouaoum le mahalat dialo. Et donc vous commencez par les diplômes ou l'un des diplômes d'aimer de l'akhir haja hnetan dewa. D'accord, vous mettez les diplômes ou les attestations ou les masters les khditi ou les certificats les docteurs ou huma loulin qui sont li tabe'in la spécialité dialkom ou li qrab li la certificat. Bien. Les autres formations les huma donnent lieu à une attestation ou la kada radouhom تحت هذوك مباشره. D'accord, radou
ديبلوم مثلا هي العنوان هذا غادي اوتر ديبلوم وغادي تحطهم في لي ليستي باش تبينوا بانهم خارجين على هذا ولكن سي تي فالور اجوتي بالنسبه لكم. يعني واحد الانسان عوض ما يبقى جالس ما بقاش خدمه راه مشى بعدا قرا واستفاد وتعلم شي حاجه. داكور بيان سور بو فو بوزي لا كيسيون دو pourquoi vous avez fait tel hada, mais aussi on peut vous dire c'est très intéressant ce que vous avez fait directement. Donc c'est un point positif pour tous les lahoua. Mais ne dites pas en attendant j'ai fait du n'importe quoi en attendant. Non, parce que ça m'a permis d'apprendre kada 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 kada, je me perfectionne kada kada kada. D'accord. Voilà. Fais ce soir l'akhal, l'amzien, zido. إخواني إذا كاين شي واحد بغا يدير سؤال شفوي يمكن الرفع ديال اليد باش نعطيه الميكرو إن شاء الله. سي ميستمر الأستاذ. بيان. يمكن دابا باقي مع هذا البيت ديزلت اللي ما معطل. أنا تنفهم بأنه هو ظروف يعني قد تكون مزيان. الآن غادي نتكلم على لونتروتين. انتبهوا معي الله يخليكم لأنه مهم. عندي ثلاثة د الحوايج اون فيت خصو يكون عندي ان سكو جابيل انا ان بروجي بروفيسيونيل مشروع مهني. مشروع مهني في ثلاثة د المكونات، فيه لا فورماسيون داكشي اللي قريت، فيه ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي درت، وفيه ليكسبيريونس اكسترا بروفيسيونيل يعني اللي ما اكسبيريونس ولكن ما مرتبطاش نيسيسيرمون. هذا ممكن بحد الرفق سي اون اكسبيريونس اكسترا بروفيسيونيل. بيان اشتغال في النماء سي اون اكسبيريونس اكسترا بروفيسيون. دونك كاين لا فورماسيون اي ليكسبيريونس فيها سيل كي لي او ميتي اي سيل كي اكسترا. انا قبل ملي تنجي نكتب او ملي تنجي نخمم او ملي تنجي نجمع الامور ديالي تخصني كل واحده من هذه انني تابعوا معايا كل واحده تخصني يجب ان اجيب على مجموعه من الاسئله. الان نيفو دو لا فورماسيون خصني نجاوب على الاسئله ديال فين درت هذه لي فورماسيون، شو سميتهم بالضبط، بيان سور التواريخ ديالهم، هاد المؤسسات شو سميتهم بالضبط. يعني على سبيل المثال واحد مشى قرا واحد المؤسسه ديال التكوين المهني سميتها ايزيك. هاد ايزيك الا مشى لواحد الشركه تيحط عندها اش تعني ايزيك؟ ما عرفش. هذاك مول الشركه ما مطلوبش منه انه يعرف شو معنى ايزيك، فهو خصو يكتب ايزيك وما بين قوسين انستيتيو سبيسياليزي داكور اندستريال دو كازابلانكا، ويدير ما بين قوسين او اف بي بي تي باش يعرف بانه هو التكوين المهني تابع لمكتب التكوين المهني، ماشي مؤسسة، ماشي ان اتابليسمون خاص، لا اتابليسمون ديال الدولة. دونك لو ديبلوم اي روكوني اتسيتيرا اتسيتيرا. مزيان. لوت كيسيون اللي خصني نجاوب عليها سو كو جي في اش درت فيها. داكور الاشياء اللي درت خصني نكتبها. ماذا تعلمت؟ هذه الاشياء خصها تكون في رؤوس اقلام. ما غاديش نكتب يعني جمل وعبارات، لا رؤوس اقلام. درت كذا 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 كذا، هالاشياء اللي قريت، هالاشياء اللي تعلمت. ما نقولش انا تعلمت كيفاش نريديجي في وورد، لا تعلمت اشياء من خلال هادشي اللي قريت. هذه الاشياء شنو هي اللي علمتني هاد الدراسه ديالي؟ ما هي نقاط القوه ديالي؟ يعني جو ميتريس سا جو ميتريس سا جو ميتريس سا جو ميتريس. كي سون مي بيس دو بروغري، شو هما الاشياء اللي خصني نبدل فيهم مجهود باش نطور فيهم الكفاءات ديالي والامكانات ديالي. بمعنى انني الان كاين شي حوايج عارفهم وكاين شي حوايج ما عارفهمش مزيان، شنو هي الخدمه اللي خصني ندير، شو هما الحوايج اللي خصني مازال نبدل فيهم مجهود باش نتعلمهم، وهذا ماشي عيب. مزيان. او نيفو دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل اون بو ميت اس اون بو نو با ميت اس ليبريتي اكسبيريونس الا كانت متعدده. وإن كان أنا دابيتود جو مي اكسبيريونس بروفيسيونيل تو كور تجمع فيها كل شيء، ولكن خليتها هكا باش حتى ما
لا يتبادل الدين بانه كاين غير وحده. فين شنو هما لي زونتربريز اللي اشتغلت فيهم؟ شنو هما لي سيرفيس المصالح اللي اشتغلت فيهم؟ شنو هما لي فونكسيون كو جي اوكوبي؟ داكور، هذا خص يكون التواريخ ديالو بالمسائل ديالو. لي دوري اي لي دات، شحال بقيت هنا وفوقاش؟ دو تيل دات ا تيل دات كنت هنا، دو تيل دات ا تيل دات كنت هنا. Bien. Quelles sont les tâches effectuées, les principales tâches effectuées, l'ident. D'accord. خلاف داك الشيء اللي قريت. L'ident. درت هادي، درت هادي، درت هادي، درت هادي. عندي غير الأهم. D'accord. عندي واش حوايج اللي هما مهمين. مثلا كنت ندير لا سيزي دوكيمون كذا، سا سي هادي ما عندي واش. عندي أهم الأشياء. Qu'est-ce que j'ai appris, أش تعلمت من خلال الممارسة. D'accord. Quels sont les résultats que j'ai obtenus, les حققت, les وصلت لهم, صوت قدا وقدا, درت قدا وقدا. شنو هما les aspects positifs, الأشياء الإيجابية اللي خرجت بها من خلال هذه التجربة, وفي نفس الوقت ما هي الأشياء السلبية اللي خرجت بها من خلال هذه التجربة اللي خصني نتعلم منها. D'accord. Ce qui m'a gêné peut-être, c'est que les gens ne respectent pas le waqt, c'est que les gens ne respectent pas les procédures, etc. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je suis acheté les gens qui ont dit qu'ils ont dit le hafiz, je suis acheté ou je suis acheté. Cette chose, c'est comme un anouin qui a fait tout le monde et qui a fait tout le monde. La formation d'Yali, l'expérience professionnelle. Ou dans le chasse, également l'expérience extra-professionnelle. يعني l'expérience اللي درت خارج. التخصص ديالي. Le type d'activité. شو هو المجال ديال النشاط اللي درت. D'accord. شو هما لي دات فوقاش. وإلا كانوا متعددين شو هما لي دوري. La nature de l'occupation. اش درت. D'accord. يعني طبيعه ديال واش كنت ريسبونسابل ديال الثقافي مسؤول في كذا مسؤول في كذا مسؤول في كذا سو كو جي في الاشياء اللي درت الانجازات اللي حققت ماذا تعلمت كذلك من هاد لي زيكسبيرونس اكستراپوزي شنو الاشياء اللي يمكن نقول انني تعلمتها في رفق شنو علمتني رفق التجربه ديالي اللي دوزت فيها شنو تعلمت منها تعلمت شي حوايج جداد شنو هما إلا كانوا زيرو سا ماكش با يان بروبليم خصني نعرف راسي شو تعلمت داكو شنو هي نقاط القوة ديالي في هذا المجال اكتشفت بأنني جي دي كاباسيتي دانيماسيون اللي هما مزيانين أو دورغانيزاسيون داكو أو دو بلانيفيكاسيون اكسيتيرا شو هما مي بيس دو بروغري شو هما الأشياء اللي تنشعر بأنني خصني نزيد نطور فيهم راسي لأنه ما زلت ناقص واضح الامر الان قبل ما تدخلوا لونتروتيان عندكم داك الشيء اللي غادي تلخصوا او نيفو دو لا فورماسيون دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل اي دو ليكسبيريونس اكسترا بروفيسيونيل في الدومين وخارج الدومين غادي تمشيو غادي تكتبوا دابور اون بريزونطاسيون دو لونتربريز سوكسانت ملخصه Vous allez vous renseigner sur l'entreprise et sur le poste. Et là, par Internet, par une Nestlé, par exemple, une présentation de quelques lignes. Attendez des chiffres, il y a un site des entreprises qui est là. Quand il y a un site, quand il y a un site, quand il y a un site, vous n'êtes pas censé être en train de faire ça. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si je suis en train de faire ça.
غتقول لهم انتوما فزيت ان ايتابليسمون، غادي يقول لك حنا تقريبا شحال الناس. شي ترجع عند السيد، الى السيد تيقول لك حنا نصوم 8972، غتقول له لو سيت، غتقول له دابخي لو سيت فزيت 8972 على دات دو صافي، انتهى الامر. تبقي لي زاكتيفيتي ديالنا، غادي تشوف لي ستركتور لي زاكتيفيتي اللي كاينين، سيرفيس زونتربريز، فورماسيون انيسيال، فورماسيون كونتيني، بريستاسيون زونتربريز، داكشي اللي هما دايرين حطوه ما تزيدش عليه. الاجتهاد هنا ما كاينش الا الا عندك شي واحد اللي هو تما وعطاك شي تويو مهم وكاين حقيقي تثق فيه هو غادي تزيدو. والا سولوك عليه قال لك انا ما كنتوش سيد، قول لهم انا خديت المعلومه من عندكم. ما تقولش شكون، قول له خديت المعلومه بحثت عليها من عندكم. هادشي ماشي حرام ولا خالف القانون، وما تقولش شكون. هذه وحده. غدو اون بريزونطاسيون ديالكم، سيتادير داك السي في اللي كتبتي وداك لا ليت دو موتيفاسيون اللي كتبتي، غادي من خلالها غدي واحد لا بريزونطاسيون اما في دماغك ولا تكتبها اللي بغيتي ديال 5 إلى 10 دقائق اقصى حد على داكشي اللي قريتي واللي درتي. وهذوك الثلاثه اللي قلنا ديال فورماسيون اكسبيرونس اكسترا بروفيسيونيل داخل دومين خارج دومين، غتلخص داكشي اون بريزونطاسيون ما بين 5 حتى 10 دقائق. وهنا من خلال لونتروتيان الا قال لك لخصنا الله يخليك في 5 دقائق الباكو ديالك، غدوه في 5 دقائق وتحتار من 5 دقائق ما تفوتهاش. الا ما قال لكش وشتي بان لونتروتيان فيه شويه ديال الوقت، ديك الساعه تدي 6 7 8 دقائق ما كاينش مشكل، مي دو ديباسي جامي 10 مينوت اون 5 و 8 فو بوزيسيوني 10 مينوت سي ماكسيموم. الا هو طلب منك، لان يمكن هو يطلب منك دو ديتاي يقول لك ديفلوبي لي هاد البوان، ديك الساعه ماشي مشكل تاخذ الوقت ديالك وديفلوبي. Et puis, si vous avez les outils, si vous avez les moyens, vous faites une présentation du poste. La présentation du poste. Et maintenant, tu as fait le poste parce que vous avez des éléments. Il y a maintenant que ce sera deux. A toujours des questions à le poste. Mes questions, tu as indiqué la fiche de poste. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je me fais? Si je me fais, je vais faire. Parle au moins les Obama Makinash. في لافيش دو بوست وانتايا مهمه بالنسبه ليك داكور، بالنسبه ليكسبيريونس اللي عندك، تقول انا بغيت نعرف واش كاين هذه ولا ما كاينش هذه، كتبها كسؤال. اذا خص توجد واحد المجموعه ديال الاسئله، جوج ثلاثه اربعه ديال الاسئله على لو بوست، كون حاضر عندك. علاش؟ لان هما يقولوا اسكو فوزافي دي كيستيون سو لو بوست. هذا العمل اش يبين؟ تيبين لك بانك بحثتي وخدمتي، ماشي غا تتلوحي كونديداتي وبحال هكا، لا، وعارف راسك شنو باغي وتتحمل المسؤوليه داكور، وباغي تعرف مزيان. هادو سي دي بوان بور فو اللي غادي تميز بهم على لي زوت كونديدا اللي هما في لونتروتيان اللي غيمشيو يخدموا بالطريقه التقليديه. نتوما ما تخدموش بالطريقه التقليديه، غتخدموا بطريقه مختلفه. جيد، مزيان. تبقى لنا لا ديرنيغ ايتاب، لا ديرنيغ ايتاب اللي تديرها لا ديراش داكور، اللي غاتاخذ فيها 5 ديال الابعاد. دابور لي كومبيتونس، سادي غادي يديرو ان دوسي كومبلي اللي فيه لي كومبيتونس ديال هاد الكونديدا داكور، ليدوكاسيون، لا فورماسيون ديالو، لا بريباراسيون، يعني داكشي اللي بان لهم خلال لونتروتيان، لا براتيك، اسكيل دي تروك براتيك عملي اللي داهم ولا لا، le savoir-faire et expérience dialogue d'accord le grade est trop كاين شي سؤال ربما. لا فاكولتي دادابتاسيون دائما معايا سي الغزيل ياك؟ انا معاك دكتور.
Très bien. La faculté, tiens, je vois, subhanallah, la faculté d'adaptation, d'accord? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'intégrer rapidement dans l'entreprise ou là, puisqu'il y a l'entretien, ça y etc., etc. D'accord? Et ça, c'est important, à l'entreprise. Donc, il a dit, il se pourrait qu'il y ait des questions. D'accord? انه كذا والجو هذا واش انت عندك هذا استعداد من خلال الاجوبه غتبان اي بي لي ريفيرونس لي ريفيرونس ديالك ستادير خدمتي في تال 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 اونتربريز دونك خديتي خدمتي مع تال اورغانيزم دون تال بيي هادو سي سكون ابل دي ريفيرونس ديالك دونك هادو هو الدوسي دونك هما غادي ياخذوا لا ديسيزيون دونبوش سي تو سباس بيان يا با بروبليم فوز افي لو بوست ان شاء الله ممتاز بيان الان ساليت من لو ريكروتمون است كي يا دي كيسيون في ريكروتمون قبل ما ندوز لا بارتي اكوي انتيغراسيون إذن الإخوان إذا كانت شي أسئلة مرحبا بها سواء كتابة أو شفويا قالت لنا إن شاء الله تعالى 20 دقيقة وننتهي بحيث دابا خدمتي والحمد لله صافي حنا درنا السي في خدمتي واللي ما خدموش راه خدموا واللي خدموا ما عندوش مشكل في لابروموسيون إن شاء الله وانتهى الأمر صافي دابا غير يزكيو دابا خصكم دابا تصيفطوا واحد ملي تبداو تخلصوا تصيفطوا واحد النسبة للمعهد ديال الرفق باش تقولوا لهم سميتو شكرا لكم الله يجزيك بخير أستاذ بيان اسكو يا دي كيستيون الإخوان دونك با كيستيون باش يكمل الأستاذ دونك واحد لا كيستيون ديال الاخت كوثر كومون مونتري لا موتيفاسيون اي لانتيري بور ان بوست دوني ساشون كون ني نوفيلمون ديبلومي اي اون مانك ديكسبيريونس ابار لي ستاج السؤال الثاني هل تناقش الاجره خلال المقابله Alors, pour la question de la motivation, en fait, on ne va pas parler de la motivation. On va, ils ne vont pas vous dire est-ce que vous êtes motivé. C'est des questions qui sont dépassées aujourd'hui. La motivation, c'est même le cas de la CV, la lettre de motivation. Vous avez fourni un effort. Il y a un ami qui a la lettre de motivation qui a été écrite. تيبان لي بان كتبتيها لينا حنا ما كتبتيهاش اي وحده يعني الى حيت لو ديستيناتور راه ما تخدمش هذيك لا لي دو موتيفاسيون فيها واحده اخرى غتخدم لينا فقط دونك سافو دير كتبتي لينا بوحدنا ماشي بحال اللي تيديو تكتب الا دو موتيفاسيون ومن بعد تبدا يدير داك سميتو يا ربي وورد تيما خدمت بها دي شحال داكو نسيتها البيبلي بوستاج فوالا تبدا بالبيبلي بوستاج وتيدير واحد العشره دي زونتربريز وتيدير التيراج ديال العشره ديال الاوراق كل وحده سي لا ميم ليتر ولكن كل وحده غتمشي للاونتربريز تتبان بان لا بيرسون ني با موتيفي يعني كتبت ان دوموند وصافت حتى لكل شيء يعني فيزافي لا ميم موتيفاسيون بور هاد الاونتربريز كو بور هادي تتقلب على خدمه وصافي بالدارجه ديالنا مع ما كان اما هنا كون فو زيكري ريديجي اون ليتر دو موتيفاسيون كوم سا Ça veut dire déjà que vous avez bien réfléchi et que vous nous avez ciblé au niveau de la lettre de motivation. Il a prêté de sauver une dans la rame à quatre par les quatre mille parce que les deux paragraphes les quatre mille c'est pas la même chose. Même quand vous allez parler de votre expérience, vous allez parler d'autres choses. Les rames sont beaucoup plus à la rame qu'un radim sur à une à la Et puis cette semaine au niveau de la préparation de l'entretien. D'accord? Quand vous posez des questions par rapport au poste, quand vous posez des questions par rapport à l'organisme, maintenant, pour essayer de comprendre, quand on vous pose des questions à l'organisme que vous répondez et que les réponses directes qu'on nous a, ni j'utilise les réponses, ça veut dire, ultime chose, c'est quoi la motivation? La motivation, c'est ça. Il y en a un qui a bras, il a qu'un motivé, ultime chose, il a qu'un motivé. Donc la motivation, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est des attitudes aussi. Donc voilà votre motivation. Et avec ce que je vous dis, vous avez, même si vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez que des stages d'exchange, vous mettez ça, mais vous soignez votre CV, puisque l'ennemi est bien chez le
التناقضات ما يبانش هذوك لي بروبليم يكون كلير بريسي ايتترا 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 تري بيان جو سي با سي جي بيان ريبوندو على لا كيسيون ولا لا الاخت الا كان ما كانش واضح نزيدو ما كاين مشكل بالنسبه لو سالير ان فيت s'il y a une discussion au niveau du salaire, ça se convient vers la fin. D'accord? Vers la fin. Maintenant, d'abord, l'appel d'offres, les l'équité ou les l'équité. L'appel d'offres, les l'équité ou les l'équité. Les l'équité, les l'équité. Ou tu dis que le premier, le crédit coûte fléchée le 19. D'accord? Alors, vous pouvez poser comme question. Voilà, on a l'entretien. J'espère que le résultat est positif. La question d'Yali, avec l'échelle 19, l'échelle 11 de la fonction publique, et avec 4 ans d'expérience, mon salaire approximativement, je suis là. Ou à l'égout, il y a un de la grille. Moi, nous avons comme les exemples de grille, un de la grille d'un mot. تيبانلو انه تيقول هذا 4 ans ما تيلا كان كل عام يعطيك ان ايشلون هي 4 ans d'expérience يقول لك فوالا سي توشي طون بروت مونسيال دكو دونك ممكن غادي يقول لك سي توشي واحد 13000 14000 درهم بروت ميديان يعني على كل حال اكثر من لا فونكسيون زايده عليها شويه دكو اي دونك ديجا فزافي اون ايدي وعاد هادو يمكن يتزاد عليهم سيغتان زانديمنيتي اللي عاد من بعد غيزيدهم لك هو تيعاود يعطيك المينيموم باش يشوف لا رياكسيون ديالك ا سو مومون لا سي سا فوز ارونج سي بون مي سي سا فوز ارونج با باسكو تعرفوا بان لي زيتاب في المون بوبليك ما عندكش امكانيه تناقش الصالير بمعنى اللي تيمكن لك تناقش فيها الصالير هي المؤسسات الحره اللي هو حر يحط فيها الصالير اللي بغا اما في اللي تتخدم بالسيستيم دو فونكسيون بوبليك بحال التكوين المهني على سبيل المثال انت عندك هذا غادي تدخل لي شيل 19 ما يمكنش تعدى لي زعما هذا على ليميت الى كانت اكسبيرونس ديالك مهمه بزاف وعطاوك فيها ايشيل سوبليمونتير تولي في ليشيل 20 مي با بلوس لان الفينونس ماشي قبل اليوم دونك هما تيصرفوها لك نعم ولكن هذاك الشيء اللي كاين يعني بلوس كو سا يا با بيان Peut-être qu'il y a une question, j'ai Est-ce qu'on peut compter la période de stage de fin d'études? Là, Radi Duo a plutôt stage, une rubrique stage, très large expérience professionnelle. Une rubrique stage où se met. Où se met stage de fin d'études comme titre dit le roi stage fin d'études ou développer chouia ou un stage ou la stones HDL le nom dit ou cadre ou fin d'études ou le mode dit etc comment négocier le salaire négocier le salaire de manière provisoire de un autre comment négocier alors si vous voulez maintenant si vous savez ben métal de ben nardo Si vous ne travaillez pas, le problème ne se pose pas. Il y a un petit salaire, il est petit à une entreprise privée, une entreprise de dollars, il y a un dollar. Donc, soit vous acceptez, soit vous refusez. En général, les gens acceptent. Bien fait. Si vous êtes le privé, il y a un dollar, il y a 6000 dirhams ou 4000 dirhams. À ce moment-là, الا شتي راسك ما عجبكش نهائيا باسكو انت بالنسبه لك تحت 6000 ما غاديش تنزل تقول له بون جو سوي ديزولي مي جو با اكسبتي سو سالير فوالا سا سي بروفيسيونيل الان غادي تشوف لا رياكسيون واش هو الا كان متشبت بيك وباغيك غادي يقول لك بون سي فولي اون بو كومونسي انا جو بو فير ان ايفور بو كومونسي ا 5000 ولا 5000 شي حاجه داكور اي بي اون بو فوار ابري 6 موا ا فو دو فوار ا سو مومون سي سونجاج معاك فيها S'il s'engage avec vous, il n'y a pas de problème. OK. Donc, s'il s'engage, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il va falloir faire attention. Le contrat,
مزيان يتبريسيزا كو لو سالير او ريكروتمون اي دو طون، لان يمكن بعد يتقلب عليك يعني صافي مزيان. كو فير سي اون ريبونس نو جيشاب ديرون لونتروتيان، سادير نو جيشاب، واش غلطتي فيها، واش درتي خطا ولا شنو؟ خطا الا كان صحو في المكان في نفس البلاصه، ونسمح لي خطات هنا كذا، يقولوا انا جاني جوج دي تريك ولا شي حاجه اخطات، فها هو الصواب. دونك الا فاتك، الا نسيتي شي حاجه ما تكلمتيش عليها وداز الوقت ومن بعد بان مهمه، يمكن لك ترجع ليها لما تكون في واحد السؤال بشكل سريع، تقول سمحوا لي في هذيك لا كيستيون ديتي وكذا وكذا، ودابا بون فوالا سكيا فوالا سكيا فوالا سكيا. مزيان فوالا تري بيان. Alors, l'accueil et l'intégration. Alors, l'accueil et l'intégration, on dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons une conversation. Je vous souhaite. Le docteur, il a fait un lot de bzaf, il a fait un lot de bzaf, il a fait un lot de bzaf. Je vais vous souhaiter. وعلى اساس انني نبدا لا بروشين فوا من لاكوي لانتيغاسيون جو ني با بروبليم. جو كرو سي ميو باش الا كان سيرتو الا كان طويله شي شويه نخليو باش تكون باكيج واحد. مزيان سيدي امين، انتم تامروا حنا ننفذوا. الله يجازيك بخير شكرا. اذا باقي الاخوه الا باقي شي اسئله اخرى يعني نعاود نطرحوها في هاد العشر دقائق اللي بقات لينا. الله يجازيكم بخير. استفز الاستاذ باسئلتكم، والحمد لله كانت اسئله عجبتني بزاف هذه المره لانها كتبين عن الواقع اللي كنعيشوه دائما. نبغيو نتعرفوا من الخبره ديال الاستاذ كيفاش اننا ممكن نتفاعلوا معها. اذا هل من مداخلات شفويه او اسئله اللي هي كتابيه؟ تفضلوا. دونك اذا ما كانش باش ممكن توقفوا هنا، ما كاينش حتى مشكل، يعني نخليو الاستاذ يربح معنا واحد 10 مينوت يرتاح فيها. ماشي مشكل، نمشيو نصليو ان شاء الله. نمشيو نصليو ان شاء الله. اذا شكرا جزيلا لكم.